يعني نفترض اني رحت في ذاك اليوم، ايش قدمت انا في حياتي؟ قبل الترويج كنت استخدم لين تطور الموضوع. طبعا اذا كنت مستخدم انت يتطور عندك الموضوع وتصير يعني هي حلين، يا انك تسرق يا انك تروج. ناس طاحوا في السرقات وجوسجون، ناس روجوا كذلك جوسجون. يعني انا اللي ما قدرت النعمه اللي انا كنت فيها، كنت موظف وكنت في كليه ادرس كليه، والصحبة هي اللي أبعدتني عن كل شيء، لأن الواحد ما يقدر النعمة يعني اللي هو فيها إلا لما يطيح في الخطأ، يعني يشوف الشيء اللي أنا شفته. وكثير من السجناء هنا شافوه، أنت بعيد عن أهلك، بعيد عن أحبابك. يعني أنا خسرت أشياء كثير، يعني خسرت ثقة أهلي فيني، ثقة الناس، وما راح أرجع يعني للطريق هذا، لأني خلاص أنا محكوم تقريبا 5 سنوات وكم شهر. إذا أنا ما صحصحت عمري ولا يعني عدلت أموري، راح أرجع لنفس المكان.